الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 123، الدرس 22 في الطالب الجزئي، تحت عنوان أشكال منحنيات السواء the shapes of the indifference curve واشتقاق منحنى الطلب اللي هو the derivation of the demand function or demand curve. وعلى بركة الله نبدأ. أشكال منحنيات السواء، لنذكر ببعض المبادئ التي استندنا إليها في المقاطع السابقة. عرفنا في مقاطع سابقة، ليس في مقطع سابق، في مقاطع سابقة، ما يسمى قيد الموازنة، وهو قيد الدخل نفسه أو خط الموازنة أو خط الدخل income constraint, budget constraint, income line or budget line، وكلها مترادفات لبعضها ويعرف رياضياتيا كما يأتي في هذه المعادلة. هنا I ما يسمى بالدخل income يساوي حاصل ضرب X اللي هي الكمية المشترى من X في سعر X price of X، زائد Y اللي هي الكمية من السلعة Y مضروبة في سعر السلعة Y P Y زائد إلى آخر السلع. الآن حيث ترمز I إلى الدخل و X إلى الكمية التي يشتريها المستهلك من X السلعة X و P X إلى سعر السلعة X، وترمز Y إلى الكمية التي يشتريها المستهلك من السلعة Y و P Y إلى سعر السلعة Y، ما يعني بأن مجموع حاصل ضرب كل كمية في سعرها في سعر السلعة تحت الدراسة طبعا بسعرها يعطي مجموع الدخل الذي ينفقه المستهلك على كل السلع. وعلى سبيل المثال نفترض بأن I تساوي 100 كمثال، وسعر X price of X يساوي 10، سعر Y price of Y يساوي 25، فإن قيد الدخل يصبح كما يلي: 10X اللي هو السعر في الكمية من X زائد 25Y هذا هو سعر Y مضروب في كمية Y يساوي 100. الآن طبعا يمكن تمثيل ذلك، طبعا هذا سعر X كمية X وهي سعر Y في كمية Y يساوي الإنكم اللي هو مجموع الدخل في هذه الحالة، وهو 100 في هذه الحالة. التمثيل البياني لقيد الدخل، التمثيل البياني بقسمة I اللي هو الدخل على سعر السلعة، نحصل على أقصى كمية يمكن شرائها من السلعة X، وبقسمة الدخل على سعر Y price of Y نحصل على أقصى كمية يمكن شرائها من السلعة Y. بناء على ذلك يكون أقصى أو تكون أقصى كمية يمكن شرائها من X كما يأتي: هذه الكمية القصوى من X تساوي حاصل قسمة الدخل على سعر X ويساوي 100 مقسم على 10 يساوي 10 وحدات، أقصى ما يمكن حصول عليه من X إذا قام المستهلك بإنفاق كل دخله على السلعة X في هذه الحالة. طبعا لن يحصل على أي شيء من السلعة المقابلة هي Y. مقابل ذلك وأقصى كمية يمكن شرائها من السلعة Y هي حاصل، طبعا هذه الكمية القصوى من Y، حاصل قسمة I على سعر Y price of Y يساوي 100 الدخل مقسم على سعر Y 25 ويساوي 4 وحدات. إذن أقصى ما يمكن حصول عليه من Y إذا أنفق كافة الدخل الذي يملكه على Y فيحصل على 4 وحدات فقط لا غير. التمثيل البياني الآن على المحور الأفقي الكميات التي يمكن أن يشتريها من السلعة X، على المحور العمودي الكميات التي يمكن أن يشتريها من Y. ما يعني الآن أقصى كمية من X هي 10 وحدات، فهذه هي 10 وحدات هنا. أما أقصى كمية من Y فهي 4 وحدات، هذه Y star تساوي 4. إذا وصلنا الكمتين قصويتين بخط مستقيم نحصل على ما يسمى بقيد الدخل، هذا هو الخط المستقيم مشار إليه بالسهم. وطبعا هنا المثلثة 0 10 4 هو ما يسمى بالمجموعة الممكنة feasible set، المجموعة الممكنة لا يمكن أن يتعداها المستهلك بالأسعار والدخل المتاح له. الآن هو 10، سعر X يساوي 10، الدخل يساوي 100، سعر X يساوي 10 فأقصى ما يمكن حصول عليه 10، عندي سعر Y يساوي 25 فأقصى ما يمكن حصول عليه 25، وبالتالي المجموعة الممكنة التي يمكن أن يشتري منها المستهلك تقع في هذا المثلث 0 10 4. نكمل الآن. لنفترض الآن بأن سعر السلعة X ارتفع من 10 إلى 20،
ما يعني الآن بأن الكمية القصوى التي يمكن للمستهلك أن يشتريها من X تصبح كما يلي. الآن الكمية القصوى X دبل ستار تساوي I على السعر الجديد لX وتساوي 120 تساوي 5 وحدات، لاحظ 5 وحدات. في هذه الحالة يدور قيد الدخل إلى اليسار كما في الشكل التالي. يبقى المحور الأفقي يمثل لي الكميات التي يشتريها من X، المحور العمودي يبقى يمثل السلعة Y، وبالتالي هلأ القيد القديم كان عند X حد أقصى يساوي 10، وبقيت الآن عندي هنا اللي هي Y تساوي 4. X star يساوي 10، Y star يساوي 4. عندما ارتفع سعر X من 10 إلى 20 أصبح الآن قادر على أن يشتري كمية أقل، فأصبحت الآن 100 تقسيم 20 يساوي 5 وحدات بدل 10 وحدات، ما يعني أنه قيد الدخل الآن يدور بهذا الاتجاه. الآن الكمية الجديدة هي X star تساوي 5، وبالتالي هذا الدوران إلى اليسار، ما يعني الآن قيد الدخل الأولاني كان في هذا الموقع وهو أعلى، أما الدخل قيد الدخل الثاني فكان الأقل، وبالتالي يجب علينا أن نلاحظ الآن بأن المجموعة الممكن الأولى كانت 0 10 4، الآن تقلصت إلى 0 5 4. فلا بد من ملاحظة تقلص المجموعة الممكنة من هذه اللي يسمى الإحداثيات إلى هذه الإحداثيات. 4 10 0 أصبحت 4 5 0 وهكذا. نكمل الآن، لنفترض الآن في هذه الحالة بأن دخل المستهلك ارتفع من I تساوي 100 إلى I تساوي 200، يعني تضاعف دخله، ما يعني بأن الكمية القصوى التي يمكن للمستهلك أن يشتريها من كل سلعة أو سلعة ترتفع وتصبح كما يلي. الآن في حالة أبقينا على السعر X يساوي 10، فالكمية القصوى تضاعفت من 10 إلى 20. X star الآن في هذه الحالة تساوي I على PX تساوي 200 على 10 يساوي 20 وحدة. أما Y القصوى فتصبح Y star تساوي I على PY تساوي 200 على 25 يساوي 8 وحدات. أما التمثيل البياني لهذه الحالة فيكون كما يلي. الآن بقي المحور الأفقي ممثل للX، محور العمودي ممثل لY، قيد الدخل الأول عندما كانت أسعار 10 واعتقادي أنه نسيت يعني الرقم السابق 10، وهي أقصى ممكن حصلها 4 عفوا مضبوط. الآن عندما تضاعف الدخل أصبح الآن المستهلك قادر على أن يشتري كمية أقصى من X وكمية أقصى من Y، تصبح الآن أقصى ما يمكن حصول عليه من X إذا أنفق كافة دخله على السلعة تصبح 20 وحدة وليس 10 وحدات، والآن أقصى ما يمكن حصول عليه من Y ارتفع من 8 من 4 إلى 8 بهذا الاتجاه، وبالتالي الارتفاع موازي. قيد الدخل الأولاني كان في هذا الموقع، أما دخل قيد الدخل الثاني فأصبح في هذا الموقع. بمعنى آخر أن تحسنت حالة المستهلك الحالة المعيشية له. فطبعا المجموعة الممكنة ارتفعت من هذا المثلث 0 10 4 إلى 0 20 8، تضاعفت تقريبا. لابد من ملاحظة المجموعة الممكنة الجديدة. نكمل، ذكرنا في المقطع السابق كذلك الذي أشرت إليه في البداية بواسطة مثال بياني مفهوم تل المنفعة utility hill وما ينتج عنه. الآن تل المنفعة بتقول لي هذه السلعة X على المحور الأفق الأول، على المحور الأفق الثاني السلعة Y، والمحور العمودي لكلاهما الآن أتحدث عن ثلاث أبعاد الآن، مجموع المنفعة. الآن مجموعة المنفعة ترتفع كلما زاد استهلاكه أو شراءه من X، ترتفع إذا زاد الاستهلاك أو الشراء، زاد الشراء في هذا الاتجاه يصعد المستهلك على تل منفعة أعلى ثم أعلى على نقاط أعلى. لو أخذنا مقاطع أفقية من هذا التل نحصل على هذه المنحنيات التي أطلقنا عليها منحنيات السواء، هذا المنحنى الأول الثاني وهكذا. طبعا من صفاتها أنها كثيفة لا تنتهي عدد لا نهائي، يتوقف عند ذلك المنحنى منحنى السواء الذي يلمس مقيد الدخل حسب نظرية وتعظيم المنفعة عند نقطة واحدة بصير التماس، إذا كان طبعا تمثيل عقلاني وحقيقي لحالة المستهلك. فهذا هذه كلياتها منحنيات سواء متعددة اللي هي
الأسود هاي، وطبعا تميل من الأعلى إلى الأقل، فهذه indifference curves أو منحنيات السواء. نكمل على بركة الله. تأتي منحنيات السواء على أشكال مختلفة، ويعبر كل شكل عن حالة السلعة وأهميتها بالنسبة للمستهلك. على سبيل المثال تبين الأشكال الآتية لمنحنيات السواء أن على سبيل المثال هنا السلعتين A و B بأنهما متممتان بالكامل perfect complement، وراح أضرب المثال عليها. ومثال عليها السلع التي لا يمكن استهلاكها إلا مع بعضها البعض وبمقادير محددة. أما السلعتان X و Y فهما بديلتان بالكامل perfect substitute. مثال على السلع المتممة بالكامل زوج الأحذية. يعني لا، لو أنك الآن اشتريت فردة واحدة لا يمكن، أو يعني جهة واحدة، الجهة اليمنى من الحذاء لا يمكن أني أقدر أستخدمها بدون الجهة اليسرى. لو اشتريت زوجين لا يمكن إلا اثنين يمين اثنين يسار، ثلاثة أزواج أربعة وهكذا. لا يمكن يعني أنه أكتفي بزوج يعني أحد، يعني أحد هذا الزوجين يمين والثاني يسار، والفرد الأخير إما كانت أو يسار يعني بالزوج الثالث ما بتنفع إلا إذا كانت تتم يعني أصبحت متممة لزوج آخر لفرد أخرى يمين أو يسار. فهاتان السرعتان متممتان بالكامل. أما السرعتان البديلتان بالكامل، على سبيل المثال عملة الدينار واحدة من فئة 20 دينار تكافئ اثنتين من فئة 10 دنانير، شيء منطقي. فهنا بختار المستهلك أو الذي يتعامل مع هذه السرعة. إذا أراد 20 دينار قطعة واحدة، فبديل كامل قطعتين من 10 لا ضير. هنا الآن زوج من الأحذية لا يمكن استهلاك أحد الزوجين من غير الآخر. فهذا الشكل الذي يعطي تقريبا يعني خط مستقيم أفق عمودي ثم خط مستقيم أفقي، هاي منحنيات السواء بالشكل هذا هي للسرعة المتممة بالكامل. أما منحنيات السواء التي تأخذ شكل الخط المستقيم فهي تبين ما يسمى بمفهوم يعني السرعتين البديلتين بالكامل. الشكل الثالث الآن هو الشكل الذي اعتدنا عليه. عندي سرعة أولى W، السرعة الثانية هنا الآن Z. فطبعا كلما ارتفع شراءه أو استهلاكه من السرعة W ينخفض استهلاكه من السلعة Z، وطبعا الاتجاه إلى الأعلى وإلى اليمين حسب نظرية المنفعة أشرت إليها بالمقطع السابق والمقاطع السابقة. لكن هذه السلع إما بتكون بدائل قريبة أو متممات قريبة، لكنها ليس بدائل بالكامل أو متممات بالكامل. فهذه هذا الشكل المعتاد الذي اعتدنا عليه وهو الأكثر شيوعا. نكمل في حالة السلعتين المتممتين، بس شرح مزيد من الشرح للمتممات بالكامل والبدائل بالكامل. يواجه المستهلك خيارا يفرض عليه حدا أدنى من كل سلعة. وعلى سبيل المثال لا تشترى الأحذية إلا بالأزواج، فلا يمكن الفرد أن يشتري جهة دون أخرى، فاليمين متمم بالكامل لليسار. ولهذا السبب تكون منحنيات السواء على شكل زوايا قائمة كما ذكرت قبل قليل. أي مهما كانت الكمية التي يحصل عليها من سلعة B مثلا، لابد للفرد أن يحصل ولو على وحدة واحدة من السلعة حتى يكتمل عنده الحد الأدنى من استهلاك السلعة. هذا هو الشكل الذي ذكرته قبل قليل. فهذه الزوايا القائمة بتقول لي مهما حصلت على كمية B لابد على الأقل من وحدة واحدة حتى تكون يعني استطعت أن استفيد من زوج واحد في هذا المثال، وهكذا. أما في حالة السلعتين البديلتين بالكامل فإن المستهلك يستطيع أن يبدل السلعة مكان أخرى يرى أنها تقوم بالوظيفة نفسها لا زيادة عليها ولا نقصان. وعلى سبيل المثال يستطيع المستهلك أن يبدل ورقة العملة من فئة 10 ريالات 10 دنانير 10 دولارات بورقتين من فئة 5 ريالات أو 5 دنانير أو 5 دولارات على سبيل المثال، أو علبة بيبسي كولا 150 ملليمتر أو مللتر بزجاجة بيبسي كولا بالحجم نفسه إذا لم يختلف السعر. هنا زجاجة، هذيك علبة، يعني هذه علبة، ربما يفضل الزجاج على العلبة البلاستيك أو علبة الزجاج، لكن الألمنيوم، لكن الكمية بقيت كما هي. فالمستهلك العقلاني
لا يفرق بينهما. هذا الآن التمثيل البياني للسلع البديلة بالكامل، تأخذ شكل خط مستقيم. فحسب المثال هنا، قطعة عملة من وحدة العشر ريالات تكافئ قطعتين من الخمس ريالات، وهكذا. أما أشكال الآن، يعني الآن يشير الشكل الآتي إلى بدائل أو متممات قريبة أو بعيدة، كما ذكرت في الشرح السابق من الشريحة الأسبق. طبعا ذكرنا بأن من صفات منحنيات السواء أنها سالبة الميل ولا تتقاطع. يعود السبب في ذلك إلى أن تقاطعها لشخص ما يؤدي إلى تناقض في خياراته. فلو نظرنا إلى منحنى السواء الأزرق الذي الآن هنا، الأزرق هذا أوكي، منحنى سواء الذي تقع عليه النقاط ألف ها دال، ألف ها دال، وقارنا بمنحنى السواء الأحمر، هذا الأحمر الذي تقع عليه النقاط جيم ها با، جيم ها با، لوجدنا أن النقطة ألف تمثل مستوى إشباع أعلى من مستوى إشباع الذي تمثل النقطة جيم، لكن النقطتين ألف وها متكافئتين أو متكافئتان بمستوى الإشباع، وكذلك النقطتين جيم وها، والنقطة با تمثل مستوى إشباع أعلى في مستوى الإشباع الذي تمثله النقطة ألف، وبذلك فإن إرباكا قد يحصل حول المنحنى الذي يمثل إشباعا أعلى من الآخر. لهذا السبب يفترض الاقتصاديون بأن منحنيات السواء مهما كان شكلها لا تتقاطع البتة أبدا أبدا. الآن سنغير، يعني تغيير أو تغير قيد الدخل أو السعر. عادة تتبدل وتتعدل القيمة الإجمالية لقيد الموازنة بالارتفاع أو الانخفاض. الدخل الذي يكسبه المستهلك بيرتفع أو ينخفض فيتبدل. لنفترض بأن مستهلكا ما يشتري سلعتي البيتزا والمشروبات الغازية بيبسي كولا أو كوكا كولا عند مستويات أسعار معينة. للتعرف على الحالة التي تنتج من التقاء قيد الموازنة الذي يتغير مع منحنيات السواء التي ترتفع مع ارتفاع خط الموازنة وتنخفض مع انخفاضه، لنتخيل الآن بأن المستهلك يمتلك 20 دينارا ثم 30 دينارا ثم 40 وهكذا كمثال، فيسأل المستهلك نفسه عما سيفعل لو كان ذلك واقعا. يبين الشكل التالي الأدنى ما يتوصل إليه المستهلك عند مستويات متعددة من الدخل. فمثلا يكون المستهلك عند النقطة ألف، لاحظوا لو كان قيد الدخل 20 دينارا، هذا 20 دينار بمثل لي، فمنحنى السواء الأزرق يمس قيد الدخل عند نقطة واحدة هي النقطة ألف، وبالتالي يعني يحقق مستوى الإشباع الذي يؤهل حسب سعر السلعتين المشروبات الغازية والبيزا والدخل تبعه 20. وينتقل إلى باء الآن المستهلك، ينتقل لو كان لو أن خط الدخل ارتفع إلى 30، هذا خط الدخل الآن 30 فارتفع إلى النقطة باء، وهكذا إلى أن يصل النقطة دال. النقطة دال لو أن سقف الدخل القيد، طبعا سقف القيد لديه ارتفع إلى 50 مثلا، ألف باء جيم 50، لكن نلاحظ الآن بأن كلما ارتفع الدخل زادت الكمية المطلوبة أو المشترى من السلعتين حتى نصل تقريبا إلى جيم، ثم تأخذ بالانخفاض من البيتزا، عفوا من المشروبات الغازية لما ارتفع الدخل إلى 50 فذهب إلى النقطة دالة، وهي أقل حسب المنحنى هذا من جيم وربما من باء أو تكافئها. هذا المنحنى الأخضر نسميه مسار الاستهلاك مع الدخل، Income Consumption Path، Income Consumption Path. وهنا بعيد الكلام نفسه، لو وصلنا النقاط ألف باء جيم دال مع بعضها بخطوط أو منحنى لحصلنا على ما يسمى منحنى الاستهلاك مع الدخل أو مسار الاستهلاك مع الدخل، Income Consumption Curve or Income Consumption Path ICC، وهو منحنى أو مسار يعطي الاتجاه الذي يزيد الاستهلاك نحوه عندما يرتفع قيد الدخل، أي السلعة التي يزيد الاستهلاك منها عندما يرتفع الدخل. لاحظوا هنا الآن زاد بالاتجاهين، لكن بعد جيم
زاد من البيتزا وانخفض من المشروبات الغازية. هي طبعا بعطينا مؤشر شو نوع يعني كيف ينظر المستهلك إلى المشروبات الغازية عندما يرتفع الدخل. بنكمل بس هنا الشرح الدقيق. في هذا المثال تحديدا نرى أن الاستهلاك زاد من البيتزا والمشروبات الغازية، ثم زاد من البيتزا وانخفض من المشروبات الغازية، ما يعني أن المشروبات الغازية عند مستويات عالية من الدخل تعتبر سلعة رديئة inferior commodity أو good، أما البيتزا فهي سلعة عادية أو ممتازة. عندما ارتفع الدخل ارتفع دائما الاستهلاك منها أو الشراء منها، بعدين زاد على حساب المشروبات الغازية، ما يعني بأن البيتزا سلعة عادية ممتازة أو normal or superior good أو super good أو superior good. نكمل. لو أن المشروبات الغازية كانت مفضلة عند المستهلك أكثر من البيتزا، فإن مسار استهلاك مع الدخل يكون كما في الشكل التالي. لاحظوا لي الآن عندما ارتفع قيد الدخل من 20 إلى 30 إلى 40، لاحظوا كيف اتجاه الاستهلاك. فمن A من ألف إلى باء إلى جيم، لاحظوا أنه يزداد الاستهلاك من المشروبات الغازية لكنه نسبيا ينخفض من البيتزا، ينخفض من البيتزا، حيث ارتفع الاستهلاك من السلعتين لكن ما لبث أن انخفض البيتزا وارتفع المشروبات الغازية، فأصبحت البيتزا في هذه الحالة سلعة رديئة inferior good، والمشروبات الغازية سلعة عادية أو normal good. هذا نسميه إحنا مسار الاستهلاك مع الدخل أو income consumption path، هذا المنحنى اللي نحصل عليه من وصل هذه النقاط ألف باء جيم اللي هي نقاط التماس بين منحنيات السواء وقيد الدخل في كل حالة من الحالات. نكمل على بركة الله. الآن قد تبرز حالة تظفر فيها السلعتان بالأهمية نفسها من وجهة نظر المستهلك، وبالتالي فإن مسار الاستهلاك مع الدخل يكون خطا مستقيما كما في الشكل أدناه. لاحظوا الآن ارتفع قيد الدخل من 20 إلى 30 إلى 40، فانتقل المستهلك من نقطة ألف إلى باء إلى جيم. لاحظوا لي بقيت الآن السلعتان بأهمية متكافئة عند المستهلك. هذا الخط المستقيم يسموه مسار الاستهلاك مع الدخل Income Consumption Path، بيقول لي أنه السلعتان بأن السلعتين مطلوبتين من المستهلك بنفس المقدار بنفس الرغبة. تسمى النتيجة النهائية متحصلة من تغير الدخل على استهلاك الفرد من سلعة معينة أثر الدخل، يعني هو الآن أثر Income Effect، وهذا الأثر موجب دائما وأبدا. يعني شو أثر زيادة الدخل على الاستهلاك هنا بنسميه أثر الدخل. طبعا سنقارن في مقاطع لاحقة بأثر السعر اللي هو Price Effect، لكن ليس الآن في هذا المقطع بإذن الله. نكمل. رأينا بأن الزيادة أو النقصان في قيد الموازنة يؤديان إلى إزاحة كاملة فيه اللي هو قيد الموازنة، إما إلى الأعلى في حالة الزيادة أو أي إلى اليمين أو إلى اليسار في حالة النقصان أي إلى الأسفل. أما تغير سعر السلعة فإنه يؤدي إلى دوران في قيد الموازنة، إما إلى اليمين أو إلى اليسار ومن أسفل القيد أو من أعلى. لنلاحظ الآن طبعا أنه لاحظوا الآن أنه ارتفع سعر السلعة الآن، يعني خلينا نحددها بالأرقام هنا. دعنا نفترض بأن المستهلك قام بتعديل سعر المشروبات الغازية من دينار وربع لكل وحدة إلى 95% من الدينار، 95 قرش للوحدة الواحدة، ثم إلى 3/4 الدينار للوحدة الواحدة، ليكتشف بأنه يقف عند النقطة ألف إذا كان السعر القديم لواي يساوي 125، يعني 1.25 أو دينار و25 قرش أو دينار وربع، أي أن الحد الأقصى المشروبات الغازية التي يستطيع الحصول عليها هو 9 عبوات. هنا 9 عبوات من المشروبات الغازية أقصى ما يمكن الحصول عليه طبعا، فعندما كان السعر 95، وبعد تعديل السعر إلى 95 قرش أوكي قفز إلى النقطة باء. لاحظوا لي فالآن أقصى ما يحصل عليه يكون أكثر، ما يعني بأن الحد الأقصى الذي يحصل عليه من المشروبات الغازية ارتفع من 9 إلى تقريبا يعني 12 عبوة، تقريبا هم 11.8 لكن قربت أنا، ثم إلى 15 عبوة في حالة انخفض السعر إلى 75. لاحظوا لي هنا ألف باء جيم، فكلما انخفض السعر قيد الموازنة يدور
إلى اليمين في حالة المشروبات الغازية، فأقصى ما يمكن الحصول عليه يرتفع من 9 إلى تقريبا أقل من 12 ب 2 بعشر الوحدة، ثم ارتفع إلى 15 نتيجة لانخفاض السعر من دينار والربع إلى 95% من الدينار إلى 3/4 الدينار، حيث يكون عند النقطة جيم. لو وصلنا هذه النقاط مع بعضها البعض بخطوط أو بمنحنى كما في الشكل، فإن نحصل على المنحنى الأزرق، طبعا الأخضر بعتبر هذا المنحنى الأخضر، وهو ما يسمى مسار أو منحنى الاستهلاك مع السعر، يعني price consumption path أو or price consumption curve. يعني هناك كان income consumption path أو income consumption curve، الآن هو عبارة عن مسار الاستهلاك مع السعر price consumption path أو price consumption curve، وهو المسار الذي يعطينا اتجاه التغير في الاستهلاك، أي السلعة التي يتغير استهلاك منها عندما يتغير سعرها أو سعرها. نكمل. افترضنا بأن ما في جيب المستهلك I تساوي 11.5 دينار، يعني أقل من 12 دينار يمتلك المستهلك، وهو خط الدخل المفروض عليه، وكان سعر البيتزا دينار ونصف للشريحة الواحدة، وسعر عبوة الغاز المشروب الغازي طبعا دينار وربع لكل عبوة. وقد اكتشف المستهلك بأنه يصل إلى أقصى مسافة على تل المنفعة عند النقطة، الآن خلينا نحددها، لو كان السعر الآن البيتزا دينار ونصف والمشروب الغازي دينار وربع، فإنه يحصل على يعظم منفعته طبعا عند النقطة 3 أفقي مشروب غازي و5 شرائح بيتزا على المحور العمودي. ولو أردنا تحديد هذه النقطة المنحنى مع السعر في الشكل أدنى، لقلنا النقطة ألف، هذه هي النقطة ألف إذا بتلاحظوا. الآن انخفض سعر المشروب الغازي إلى 95 قرش، 95% من الدينار، ما أدى إلى واقع جديد وهو دوران قيد الدخل من الأسفل إلى اليمين باتجاه السهم الأزرق فعلا، وزيادة الكمية المطلوبة من المشروب الغازي إلى باء، لاحظ ارتفع المشروب الغازي من 3 إلى 5 عند هذه النقطة، نقطة باء، أرجو ملاحظة ذلك. ثم الآن تحدد النقطة الثالثة اللي هي جيم بالطريقة السابقة، اللي هو عندما انخفض السعر إلى 3/4، هنا دينار ونصف، بعدين دينار ربع، وهكذا انخفض إلى 3/4 دينار 75 قرش. فالآن بما أنه انخفض السعر يدور المنحنى الدخل اليمين في الدوران، فبحصل على كمية أقصى ما يمكن الحصول عليه كانت 8 وحدات إذا بده، عفوا إذا بده يعظم المنفعة، يعني نقطة الجيم اللي هي تحديد تعظيم المنفعة بكون أقصى ما يمكن الحصول عليه 8 وحدات. وبالتالي الآن لاحظوا لي أنه انخفاض السعر أدى إلى زيادة الكمية المطلوبة، هذا بذكركم بقانون الطلب، عندما تنخفض الأسعار ترتفع الكميات المطلوبة من السلعة ذاتها، وهي الآن 8 تمثل، يعني عند تمثل عدد العبوات عندما يعظم منفعته مقابل سعر 75. فإذا الآن الثلاث وحدات من المشروب الغازي هي أعظم منفعة يحصل عليها عندما كان السعر دينار وربع، دينار وربع المشروب الغازي. عندما انخفض السعر إلى 95% من الدينار للمشروب الغازي عظم منفعته، هذا المستهلك قام بتعظيم منفعته عند النقطة باء التي تعطيه 5 مشروب، يعني وحدات من المشروب الغازي. ثم عندما انخفض السعر إلى 3/4 دينار عظم منفعته عند النقطة جيم التي تعطيه 8 وحدات من المشروب الغازي، ما يعني أنه انخفاض السعر أدى إلى زيادة الكميات المطلوبة، وهو يعني الهدف الرئيسي من هذا المقطع اللي هو اشتقاق منحنى الطلب. لاحظوا لهلا طبعا العبوة واحدة، لاحظوا لماذا يحصل الآن، تكون النتيجة النهائية هي الحصول على منحنى الطلب المبين في الجزء الأسفل من الشكل التالي. هلا هذا الشكل الذي ذكرته قبل قليل، أنه انخفاض السعر أدى إلى زيادة الكمية المطلوبة حتى يعظم منفعته، الآن السر يكمن في تعظيم المنفعة، فمن 3 إلى 5 إلى 8. لو أخذنا هذه النقاط ورسمناها على المحور الأفقي ووضعنا السعر الآن على المحور العمودي للمشروبات الغازية لكن الكمية المطلوبة هنا، نحصل على النقطة
عندما كان السعر دينار ربع كانت الكمية المطلوبة ثلاثة، وهي نقطة تعظيم المنفعة هاي. عندما انخفض السعر الآن بده يصير في تخلخل في توازن المستهلك، فترتفع الكمية المطلوبة، لكن الكمية المطلوبة تؤدي إلى انخفاض المنفعة الحدية، وبالتالي نحصل على الكمية 5 مقابل سعر 95. وأخيرا عندما انخفض إلى 3/4 دينار زادت الكمية المطلوبة إلى 30، التي تعظم منفعته عند النقطة جيم، وبالتالي الآن حصلنا على النقطة الثالثة. إذا وصلناهم بكون منحنى الطلب على المشروبات الغازية الذي تم اشتقاقه من عملية تعظيم المنفعة للمستهلك في هذه الحالة. الآن طبعا أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا إن شاء الله أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقطع المقبل بإذن الله تعالى يتعلق بقانون ومنحنى إنجل وأثر السعر والإحلال، بسمي Price and Substitution Effect. طبعا لا تنسوا التعليق على المحتوى ومشاركته مع الآخرين بقصد تعميم المعرفة والاشتراك بالقناة. وأعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.